الجو دي كتشوف الجو مزيان والنسبه كل شيء مزيان، شويه كيكون زحام من العسل فوق على حساب الخبز والقزاره وكذا وهادي بالنسبه للتجاره وصافي، اما شي حاجه اخرى ما كنحسو حتى بشي حاجه. كل عام كنصوموا ان شاء الله، كنصوموا على خير وبخير، ورمضان كيفوت بخير. اللي بغى يصوم راه كيعرف يصوم الراس، وكل واحد كي داير العقليه ديالو. انا زدت هنايا في روتردام، كيفاش دوزت رمضان هنا في هولندا؟ اكثر يا الناس كيقولوا واعر مع هنايا اوروبا، فهمت؟ كيقول لك الناس كياكلوا وانت راك صايم، كيفاش راك دير؟ واش عندك الصبر ولا لا؟ عظمه ديال رمضان، الحمد لله، يعني الخيرات موجوده وكل شيء موجود والجو. بالنسبه لنا هنا الناس ديال روتردام يعني كيدوز الجو زوين، يعني كاين جو اخوي بالنسبه لنا هنا في الجامع، يعني مزيان. بالنسبه للمسجد يعني كيعمر في التراوح مزيان، والوقيته ديال الفطور يعني هنايا كاين المسجد ديال السلام. بطبيعه الحال مش نستمر بان شهر رمضان ان شاء الله مقرن بزاف، الله سبحانه وتعالى تشتي ستصل الرحمات. رب العالمين ينادي القران الكريم: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شيل لنا ذي مسلمان لازم نصوم. الاجواء بطبيعه الحال تختلف، خدم واحد النخ المغرب ذي خش والنواي خدم مزيان غاسر وقت بعد رمضان يطس والنواي خدم لك تسوى تكسكس يطس. ورمضان كان مش غير رمضان كل جمعة شي دواز جديد مزيدة جديد قهاوي جديد ساكل جمعة البركان. أنا بالنسبة لرمضان الحمد لله كيدوز كلشي مزيان كلشي بخير الحمد لله. أوروبا ولات المساجد، شوف تبارك الله فين ما مشيت تصلي كاين المدن اللي فيه ثلاثة أربعة المساجد كلشي كيعمر وكلشي. واحد كيقول لك صعيب رمضان، واحد كيقول لك ما صعيبش، واحد كيقول لك مزيان، واحد والمهم رمضان كيفوت على الناس اللي كيصبروا كيفوت رمضان بخير. وأنا خدام في رمضان 11-12 ساعة في النهار، كيفوت بخير، ما عندي ما ضر لا في العطش ولا في الجوع ولا حتى شي حاجة. المغرب كان فطروا عادي، الناس كيفطروا في الجامع، الناس كيفطروا في الديور، وكان نتجمعوا ونمشيو نديروا التراويح، ومن التراويح نرجعوا للديور، وفي الفجر عاود كاين اللي يتلاقى، كاين اللي يمشي للخدمة ما يصليش الفجر، خرج يصلي في الخدمة. ونتمنى إن شاء الله يفوت هذا رمضان على خير وبخير على المسلمين جميعا. باش نقول لك صراحة، أنا عندي بزاف صحابي كنشتعموا وكنعاونوا بعضنا بعض، واحد كيجتهد الآخر يقول لك عندك أصبر، فهمت؟ وملي كنجتهدوا بعضنا بعض كتجي لك رمضان إن شاء الله ساهل ومبروكه وراك عارف. الامتيازات رمضان في المغرب عنده امتيازات خاصه، يعني ما بين الحباب وعنده جو اخر على هنا ديال على هولندا. هولندا عندها انا مبرد، ولكن في المغرب من المغرب ولا هنا انا كنفضل نصوم هنا ما نصومش في المغرب. علاش؟ المغرب ماشي على الحراره ولا على العطاش ولا على الجوع، تما شويه النظام كيجينا صعيب. بالنسبه حنا هنا عشنا هنا بزاف، ملي غادي نمشي انا نوقف في السوق مثلا يجي واحد اخر قدامي كيدخل هما عندهم داك الشيء بحال لي اوتوروت، حتى داخل الحانوت عندهم اوتوروت كما كنقولوا هنا. يدخل الاخر اعطيني سيدي فلان، وسيدي انا مسموح انا كنستنى، لا انت ما غيوقف. يعني هذه لاحظناها بزاف، ما عجبنيش رمضان تما، ما نقدرش نصوم المغرب، وخا نقطع الورقه نجي نصوم هنا ونرجع للمغرب. مزيان الصلاة والجامع، ودابا راه الوقت تبدلات كما كتشوف والحمد لله. كنتمنى هاد 10 ايام الاخرى يعني تدوز تدخل بالصحة والسلامة على المسلمين اجمعين، يعني بالربح والتيسير ويتجمعوا على المسلمين كاملين. هاد الشهر هذا ماشي ديال الماكلة في الحقيقة، راه ديال العبادة. كاين بزاف ديال الناس عندهم واحد الفكرة بحال الهولنديين بحال الاوروباويين، واش كتاكلوا الحاجة الحلوة واش هذه واش هذه هذه، ولكن بالنسبة لشهر رمضان اخويا راه هذا ديال العبادة ماشي ديال الماكلة. الحمد لله الماكلة كل شهر موجودة، ولكن الكنز ديال العبادة هي هذا الشهر. أنا شي زومخ ديال المغرب 30 الأعذان، زومخ ديالنا زين ذي شهر، ولكن يعجبني المغرب حسن خدا. الجن المغرب واجب وذوا، ديك ذا مرة زومان كل شيء كيف بحال بحال، والجن رمضان ديال المغرب واجب وذا كانت من ديمار ديال العائلة ديال الجور هذه المهم راه ديال كل شيء.
زيت قاعد وخاكش شي هذا هذا العربي ونيته ولا كاين اللي جاني وداو قارش لا من بغات خمس فهم غبارس جو رمضان يخص يدير رمضان فما دي فرصه سجن عروض سجن عروض كاش ما تفص في العاش ما تفصش جاب ميكا معيه كخز نديرو مين دير المغرب لا تفض صارو نش عادي ثابت عشان نش جاب نش ونيته صحتي سجن رمضان نتمتع بطبيعه الحال سلس الاجواء ونتمنى من الله سبحانه وتعالى نزخ قبل شهر رمضان هذا يجعل في ميزان المقبول ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى شهر رمضان يقه مرض سبحانه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ان شهر يخص مخلتين طافخين لان اولا اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. يعني العشر الاواخر بس تيمس تيمس تسبح لنا الطس. الله سبحانه وتعالى يقه ليله القدر هي خير من ألف شهر يمارخ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم باش نعتكف في عشر الأواخر وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها في الناس يا رسول الله إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان من غقق الناس ديني جد دعاء معصور الناس أتيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا سارة هولندية من تحت كتقول لي كيفاش أنت يا تقدر نهار كامل ما تشرب ولا تاكل أكثر يا كنقول لهم ايوا حنايا مغاربه حنايا مجاهدين ماشي بحالكم كنضحكوا معاهم هذاك الشيء بصح خصك تطيق خصك يكون عندك واحد الحساس كنهضر عليهم شي والمجموعه بالنسبه للديانه قلت لك كل واحد راه محترم الدين ديالو كيحترمونا الناس حنا صايمين في بلاد النصارى كتشوف نصراني جارك مثلا ما يعري قدامك حاشاك ولا يقول شي كلام خايب لا ما كاينش داك الشيء تمام بخير مع راسنا الحمد لله مر المغرب سيدي كنصلي انا نهضر على نفسي ما كنعرف حتى واحد اش كيدير هكا على روحي انا من لما سيدي كنصلي المغرب في داري وكنفطر وكنخرج نتكيف ومن بعد ملي كنتكيف كنتوضى كنمشي للجامعه نصلي العشاء والتراويح ومن بعد كنمشي نخدم كاين انشطه في الحقيقه يعني الوقت قصير ما بقاش لك شي يلا كتفطر موراها تقريبا مباشره كتمشي للجامع ملي كتجي من الجامع ما كيبقالكش الوقت يعني ما بين الفطور وحتى السحور كاين خمسة ساعات يعني ما كاينش الفرق الجو ديال المغرب الحمد لله راك تشوف اكثريه في الصيف كيصليو برا والتراويح والحمد لله احسن من هنايا 100% ولكن دابا الحمد لله حنا عايشين هنايا الا جات المناسبه نصليو تما نصومو تما الا هنا عاود هنا نصومو هنا عاود كلشي الحمد لله كنخدم انا كنخدم 6 ايام في السيمانه ايوا كنكمل الخدمه كنصلي صلاتي نصلي صلاة المغرب بعد اولا هذيك خص يكون بالضبط قبل ما ناكل اكثر كيقولوا الناس لا خصك تاكل لو كان ناكل شي تمره واحد الحليب ونصلي المغرب الله سبحانه وتعالى يدوز هذا رمضان على المسلمين كاملين بالرفاهيه والصحه والعافيه والجميع اللي هنا واللي في المغرب واللي في العالم اش باش نقول لك الكريم الشهر المبارك مزيان الحمد لله والعواشر قرب يتسالوا ومروح على المسلمين كاملين وفك الزيره وصلحوا الله ان شاء الله تشوفوا المغرب الى كامل ومروح على المسلمين كاملين وكنقول لاخوان المسلمين يصبروا شويه ويشدوا شويه يعني في الدين ديالهم وما يتبعش الغير يعني الانسان يشوف قال انا كاينين بعض الاخوان لا حول ولا قوه الا بالله كيحسبوا انا في هولندا ما كاينش فيه تحد انصومش ولا هذاك الشيء ما ناي كانوا الاخوان المغاربه زعما الا هو مسلم يصوم إلا هو خرج على الطريق الله يعاونه ما يحسبش علينا عليا وعلى خصوصا المغاربه لان احنا المغاربه عندنا واحد اللين واحد الدين ما عندنا شي الحمد لله ما عندنا لا هذا شيعي ولا سنه ولا عندنا واحد الدين وكنصوموا بخير وعلى خير الحمد لله المغرب علاش نقول لك الصراحه احسن لحقاش كلشي كيصوم تلقى بنادم يبيع واحد كيتاجر واحد واحد خدام في السوق كلشي كيصوم راك تحس براسك يعني اخوه تحس فهمت هنايا عاود عندك داك الفرق بين الناس اللي كياكلوا تلقى الناس كيشربوا خص يكون عندك داك الصبر فهمت خص يكون عندك الايمان قوي على نورمال زين خير ما يجيش مسر من مار مبروك رمضان هذيك زين خير برسيد عبي ان شاء الله زين تاركو ان شاء الله ونجا المهم مره نبقوا زخيك برسيد عبد ان شاء الله الصيام نخص جميع مسرمان هذا كل عام وانت مبروك مبروك معيد العيد راه جاي القدر راه جاي ان شاء الله وان شاء الله ندوز هاد 10 ايام مزيانه مبروكه وان شاء الله نكملوا رمضان بالصحه وبالهناء